السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا بطيخة والتحدي الكبير، يا ترى البطيخة دي حمرة ولا قرعة؟ اللي يقول لي حمرة يكتب في التعليق، واللي يقول لي انها قرعة بيضة يكتب في التعليق، واتحداكم انها لا حمرة ولا قرعة. هنشوف مع بعض بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني. هي دي البطيخة، يا ترى حمرة ولا قرعة؟ نفتح حتة كده. ها بتشق اهي، لا ده شكلها شرار، وكمان من هنا، لا دي شرار قوي، الله اكبر. ونعمل زي الناس اللي عندنا في مصر البياعين، نعمل اهو نقطع كده، تمام الله، وبعدين نقطع كده، تمام، وبعدين نضرب كده ونطلع، وتبقى المفاجأة انها لا حمرة ولا قرعة، دي بطيخة صفرة. اتفضلوا معانا، بس طعمها روعة سبحان الله، طعم تاني خالص. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.